بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالعبارة المشهورة على ألسنة الناس ومن أهل العلم وطلاب العلم: حب الوطن من الإيمان. لماذا؟ لأنه لولا أن الإنسان يحب وطنه لا تبنى الأوطان ولا تقوم العمارات. حبه لوطنه يجعله يخدم بلده، يخدم وطنه، فيبذل قصارى جهده ليكون العمران ولتكون الأسواق ولتكون حسن المعاملة وما إلى ذلك. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، حيث وقف بعيدا وهو يشرف على مكة ويقول لها: إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والقرآن يشير إلى هذا المعنى، قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فنجد كيف أن الله عز وجل سوى بين قتل النفس وبين الخروج من الديار، فذلك واضح أن من فطرة الإنسان أن يحب وطنه. وحبه لوطنه يعني أن يكون مخلصاً لأبناء بلده، مخلصاً لمعاملة من حوله من الجيران والأهل والأحباب والأصحاب. ومن هنا عندنا عبارة أهل الشام، ما قد تكون هي عبارة عامة ليس في أهل الشام فحسب، يقولون: الغربة كربة، الغربة كربة. مكثت حينا في قطر وكنت أخرج مع إخواني لي، طلابي كانوا في سوريا، في كل أسبوع نقوم بنزهة على شاطئ البحر الذي يسمى الكورنيش، وبعض الطعام والشراب وما إلى ذلك، ونبدأ بقراءة كتاب. أقول لهؤلاء الإخوة: كيف تجدون أنفسكم في هذه الحالة؟ يقولون: والله يا أستاذ كأننا في الجنة. أقول لهم: ومع ذلك فالغربة كربة. ولو سألنا أي إنسان مهما وجد في غير بلده من حسن معاملة وما إلى ذلك، فيجد في نفسه شوقا إلى بلده. ولذلك لابد من أن يكون لدى هذا الإنسان المواطن أن يكون لديه حب لوطنه، يسعى ما استطاع لأن يحسن العلاقة مع أبناء بلده، يسعى ما استطاع لأن يخدم بلده، يسعى ما استطاع لأن يجلب الخير إلى بلده. فذلك عنوان لحب هذا الإنسان للخير. وإذا لم يكن يحب وطنه ويسعى في إصلاح وطنه وجلب الخير لوطنه وبلده، معنى ذلك أنه ليس إنسانا سويا، ليس ذاك الإنسان الذي كرمه الله عز وجل حين قال: ولقد كرمنا بني آدم. فنرجو الله عز وجل أن يلهمنا السداد وأن يلهمنا الصواب، حتى إذا أمكننا أن نخدم بلدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نقوم بذلك. أنا في دمشق الشام، وفي أي بلد أنا ذهبت إليها وخدمت فيها كنت أكرر ملاحظة على بعض الناس، على بعض الإخوة، أقول لهم مثلا أمر ملاحظ عندنا في سوريا في دمشق مثلا ألاحظه، لعله أيضا موجود في كل بلد: ينزل من قرية، طبعا القرية تعتبر بلده ووطنه قبل أن ينزل إلى العاصمة وإلى المدينة، فينزل يحصل على العلم وربما علم شرعي، ثم يمكث في المدينة لا يرجع إلى بلده.
ينزل يفرح أهل بلده أنه دخل كلية الطب، يعيدون أنفسهم أن يكون طبيبا في بلدهم، يمكث في العاصمة، يمكث في البلد ولا يرجع إلى بلده. أقول لهم أنتم تظلمون أهل هذه الأرياف، تظلمون أهل هذه البلاد، وأنتم إذن لا تحبون وطنكم ولا تحبون بلدكم، لأن الواجب عليكم أن تقدموا أحسن خدمة لأهل هذه المنطقة التي ولدتم فيها ونشأتم فيها، وعمل أهلها على أن تتعلموا وتحصلوا المعرفة من أجل أن تعودوا إليهم وينتفعوا بكم. فهذا عنوان لحب الإنسان السوي لوطنه ولبلده، وأن يسعى ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يكون مخلصاً لوطنه، مخلصاً لبلده، مخلصاً لأبناء بلده، مخلصاً لمن حوله من أقاربه وأحبابه وجيرانه في بلده، لأن ذلك من شأنه أن يعلي شأن هذا البلد وأن يكون أكثر تقدماً في كل ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة. وأنا أكرر القول، يجب أن يكون كل ما يحتاجه الإنسان في الحياة أن يكون أول من يأتي به، وأشهر من يقوم به هم الملتزمون للدين، الملتزمون للدين. الآن أنا ذهبت إلى بعض البلدان وكنت أحس بأن الناس لا ثقة لديهم بالطبيب، ولا ثقة لهم بالمهندس، ولا ثقة لهم بالبائع. لماذا؟ لأنه لا يحب وطنه، لا يحب بلده، لأنه لم يصدق حتى ولو كان يعني له صلة بالعبادة، فلعله يظن أن العبادة التي ترضي الله تعالى فقط هي أن يصلي وأن يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من مصل ليس له من صلاته إلا النصب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالذي يحب وطنه، يحب بلده، يخلص في عمله، يتقن عمله ليحصل الخير لأهل بلده، وليكون بلده متقدما على سائر البلاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم المسلمين السداد والرشاد، وأن يلهمهم الاستقامة والعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله سبحانه وتعالى هو الموفق، والحمد لله رب العالمين. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطربي، فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطربي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطربي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. ما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا، بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا، وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي،
وعن سواه فاعذلوا فإنه خير نبي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي المزكي النسبي، من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي المزكي النسبي، من وصفه في الكتب. هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا، هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا، يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي، يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي. صلوا على هذا النبي، صلوا على